السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مطبخي الصغير. كنتمنى تكونوا على خير. اليوم كي كتشوفوا ان شاء الله غيكون معاكم اول فلوق في قناتي. كنتمنى انه يعجبكم ان شاء الله، والى عجبكم قولوها ليا مرة نشارك معكم بحال هكا. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البلاصة اللي كنتمنى انكم تشوفوها وتمشيو ليها وتمتعوا فيها وانتم وليداتكم، واحد سمايل كافي كاين في طريق اوريكا على بعد 22 كيلومتر. واحد المكان اللي رائع، سواء العائله سواء اللي بوليداتهم سواء اللي بلا وليدات، يعني فيه فين يلعبوا الدراري، فيه فين ترتاحي انتيا ويرتاحوا اي واحد زعما مشى غادي يعجبو الحال. واحد المكان اللي رائع اللي كنتمنى انكم تشوفوه. كل ما عجبنيش ما كنتش غادي نبارطاجي معكم، ماشي حيت كندير اشهار او لا، ولكن لانه فعلا 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 كيستحق انكم تشوفوه. واحد البلاصه اللي فيها فين يلعبوا الدراري بكل امان، كما كتشوفوا هنا راه كتفوتوا اكوا بارك، فيها فين يلعبوا الدراري، فيها اكل رائع زعما المذاق عندهم بنين، سيرفيس عندهم زوين زعما جميل، كل شيء الاستقبال رائع زعما واحد البلاصه اللي ممكن ترتاحوا فيها ويرتاحوا فيها وليداتكم، وفيها فين يلعبوا. ما نكذبش عليكم زعما رائعه بمعنى الكلمه. واحد هو نتوما كي كتشوفوا هذا هو سمايل كافي، واحد ريستورون كبير فيه فين كيلعبوا الوليدات، فيه الاكل بخي زعما ريزونابل زعما واحد البخي اللي في المتناول. كنتمنى فعلا فعلا انكم تشوفوه تزوروه وتشوفوه، تدي وليداتكم يلعبوا، كاين فين يلعبوا، يعني عندهم العشيه طويل وقت ما مشيتو كيبقاو يلعبوا حتى كيساليو، ما كيسد حتى ل 12 ديال الليل. فيه الانيماسيون للدراري الصغار الكبار، يعني فعلا الدراري كيفوجوا على راسهم، وحتى الكبار والله الا كيفوجوا على راسهم بالانيماسيون اللي دايرين. كما كتشوفوا هذه هي الدخله، هنا بلاصه الطواجن، زعما كيرحبوا بينا كيستقبلوك بواحد الطريقه زعما اللي كتعجب الواحد. فيه طواجن، فيه بحال سناك، فيه لي همبرغر، فيه لي بيتزا، بوكاديو، ساندويتش، تاكوس، اي حاجه بغيتوها كتلقاوها فيه. هذه هي الدخله ديالو. كنتمنى انكم تشوفوا، انا في الاول غنقول لكم ومن بعد غنخليكم مع لقطات. هنايا الدراري هذه كتخلصي لهم 20 درهم، وكيدخلوا نتوما كي كتشوفوا لي جو. انا ما كانش ممكن انني نصور كل شيء لانه كاينين وليدات صغار ما عنديش الحق نصورهم. المهم صورت لكم بعض البلايص اللي بانوا ليا هكا شويه خاويين، راه صورتهم. كاين هاد اللعبه، كاين التروبولين، كاين زعما اي حاجه، كاين الكبار والصغار فيها فين يلعبوا، وكاين حتى الكبار شويه هنا كما كتشوفوا فين تجلسوا الناس ما يمكنش تصور. وبالنسبه للاكل راه رائع، هنا سلطه مخلطه فيها الليمون، فيها التفاح، فيها البطاطا، البربال، الخس، الخيار، خيزو، الطون، كل شيء. هذا واحد الخبز رائع حتى هو بالفرماج والزعتر، رائع كيمشي مع لا سلاد، تاكلي غير هكا بوحدو والله الا زوين. هذه سلاد اخرى، بيتزا ديالهم حتى هي رائعه، هذه مخلطه فيها كل شيء مخلطه. في عندهم هذا بلا ميكست حتى هو زوين زعما رائع مخلط كما كتشوفوا، دجاج، صوصيت، اللحم، كفته، شويه شويه من الحاجه، الفخيت هو. بالنسبه للدراري خداو تاكوس سمايل كبير، رائع حتى هو زعما ما نكتبش عليكم، وكيشبع زعما كبير تبارك الله. وانتم غادي تشوفوا معايا بعض اللقطات اللي فيه لانيماسيون للكبار والصغار. اسمح لي كنخبي بعض الخطرات هكا لوجه لانه ما عنديش الحق نصور الناس. وانتم غادي تشوفوا معايا شويه شويه من كل حاجه. طلعتي بكراميلات قصرين والبنات شفتوا في الدار؟ لا مسكات مرحبا بكم، ما مراش السنة مرحبا.
عليك ما تردف يا يا جميل يلا يا يا تبارك كما كتشوفوا معايا هذا هو سمايل كافيه لومبيونس اللي فيه. نتمنى انكم تزوروه وتشوفوه وان شاء الله نخليكم مع واحد المنظر رائع اللي معروف به معروفه به مدينه مراكش. وكنتمنى انكم تابعوني وتشاركوا معايا وتبارطاجيو الى عجبتكم قناتي والى عجبكم الفيديو قولوا عليا وان شاء الله مره انني نحاول ندير معكم هكا دي فلوغ اولا الاماكن اللي شفتها وعجبتني نبارطاجيها معكم. استودعكم الله.